نزل بالكاميرا النهاردة عشان نشوف رأي الشارع في هذا الأمر، وإن كانت الأسباب هنا الحقيقة مفاجأة ليا في يعني سواء الأسباب أو في ترتيب الأسباب كمان. نشوف. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق؟ الفقر، العين بقتش مليانة، الراجل اللي قاعد في بيته مراته مش ماليه عينيه. عندنا في مصر بيبقى التكافؤ على مستوى ماديات او مستوى مناصب معينه او مستوى شغل، مفيش مستوى ان شخص متكافئ بياخد شخصيه متكافئه زيه. بيركز فكره كل التركيز على انه يتجوز. طب ايه الاعباء، ايه المسؤوليه اللي بعد الجواز؟ ايه المشاكل اللي هتقابلك بعد الجواز؟ المفروض الحاجات دي كلها تبقى محل دراسه، للاسف ما بيدرسوش الحاجات دي. لو اختار صح وشاف الناس صح درسهم، انما من بعيد بيقولوا ناس كويسين، انا شفتهم على الطبيعه. دي راجع اساس لظروف اقتصاديه واجتماعيه بتمر بيها البلد. الشاب ما بقوش عنده ثقافه عاليه في موضوع الزواج. البنات نفس الحكايه، ما عندهمش الثقافه العاليه اللي هي للزواج، ازاي تتقدم للزواج وازاي تشيل مسؤوليه. الغلاء واللي احنا فيه المعيشه، انا بالليل متخانقه مع جوزي بسبب المصاريف. الرجاله يعني ما معهمش فلوس علشان ما فيش شغل، نسبه البطاله في البلد. شباب متسرع ما بيختارش الصح. مشاكل الدنيا والضغوط والظروف وظروف الحياه ومشاكل الحياه يعني. بسبب قله التفاهم، مفيش تفاهم بين الواحد والست بتاعته، لازم يكون في تفاهم بينهم بعضين. بصراحه يعني لازم من الست هي تكون عاقله وتحب بيتها، لازم تستحمل. الطلاق هروب من المشكله ام حل؟ هو هروب من المشكله. اول طلاق هروب من المسؤوليه. ده هروب. والله ما حدش لاقي يتجوز عشان يطلق دلوقتي، بس هو الطلاق غالبا بيكون حل. والله هو هروب من المشكله وليس حل. لا هو الطلاق طبعا حل. لا هروب طبعا. لا هروب. هروب وليس حل. هروب من المشكله. شكرا لزميلي عبد الله منتصر. هو الناس معظم شايفين ان هي هروب يعني، مش اكتر، مش حل. مش حل.